الكثير من الناس التي تعاني الاكتئاب بين قوسين لونغواس، يعاني الاكتئاب، يعاني اليأس. تلقى الإنسان ينوض الصباح والمجتمع شباب تعني يقول لك أي تالفة، ما على باليش وين رايحة، أراني كاره، أراني كذا. هذا الكلام هذا الذي أصبح يدور بين المجتمع. هذا لو أقول لكم أن الاكتئاب الآن أصبح هو ثاني مرض من الأمراض العالمية، يعني تصرف فيه 60 مليون وصفة في أمريكا، خاصة هم كثر فيهم الإلحاد. هذا السؤال يجب أن نسأله على أنفسنا، كل واحد فينا يسأل نفسه، وعلاش راك هنايا؟ وعلاش راني في الدنيا؟ وش جيت ندير أنايا؟ ما هو دوري في هذه الحياة؟ هذا السؤال، إجابة هذا السؤال هو عنوان هذه المحاضرة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وحملها الإنسان. فالإنسان هو الذي تحمل هذه الأمانة. لما الإنسان تحمل هذه الأمانة، ما معنى الأمانة؟ الأمانة هي التكاليف الشرعية، هي الفروض الشرعية، هي النواهي والأوامر، هذه هي الأمانة، التكاليف الشرعية التي كلفنا الله عز وجل بها، هذه هي الأمانة. لذلك الله عز وجل سخر هذه الأرض وجعلها كافية للأحياء والأموات. اتصوروا الآن، نتكلموا على بعض القوانين الفيزيائية التي جعلها الله عز وجل في هذه الحياة. أول القانون الانحلال، اتصوروا لو كان جاء الإنسان كيف ندفن؟ ما يتحلش. من اللي خلق ربي آدم لهنا كاش نديره؟ خلاص خلاص البنيان. وبعد جيت بنيت لقى ميت، جيت حفر قال يا ودي ما كانش وين راح تحفرها، وكاين ميت هنا وهنا كاين ميت وهنا موتى، هنا قوم عاد، هنا قوم لوط، هنا قوم فلان، هنا لقينا واحد الميت كبير، خلاص. ومعد الأرض تتعمر بالموتى، ما كاش كش نعيشه. فجعل الله عز وجل أنه الإنسان يتحل 5 سنوات، يقول لك روح ندفن معه، روح ادفن بابك معه، روح ادفنه، معليش يروح يدفنه يقوره الميت، ما كاش الميت، يبقى عجب الذنب الذي سيبعث منه الإنسان يوم القيامة. لذلك الإنسان انظروا إلى هذه النعم التي جعلها الله عز وجل في هذه، فكل حاجة بنظام معين. ولذلك الآن القلب أكبر بضخة، كانش آلة في العالم تقدر تمشي 80-90 سنة ما تحبش ليل ونهار وهي قب قب قب. أي واحد فينا الآن هشوف حياة تعكين بنية على قب قب، هكذا دير هكذا قب قب، أي حبست مات، حبست موت. لموسوس ما يديرش هكذا ياك باش ما نولوش فيه مشاكل مرضية. فقال هكذا قب أكتمش مضخة، راهي تضخ وهي تتفاعل معك، تتفاعل. شتي القلب هذا راهو يتفاعل معك، كاين الآن إفرازات كيميائية راهي تعمل مع القلب. وكان فرضا هنا رانا قاعدين، فرضا جاء أمر يخيف، قال ضرب زنزلة حاجة خفنا، وش يصرى قلب ديالك اللي بدأ يخبط؟ لماذا؟ لأنه خرج الأدرينالين، هرمون النشاط والطوارئ. لما خرج الهرمون الأدرينالين لماذا؟ لأنه العقل تاعنا مد واحد الرسالة باللي خطر، كاين حاجة خطر، حاجة راهي تزغوت، خطر خطر خطر. ولذلك نعطيكم واحد المثال، كنت ندير لصحاب البكالوريا، كنت ندي معايا مثلا عقرب ولا ندي معايا تاع البلاستيك تاع الابناء ديالي، فهذا صغير فنحكمه هكذا ونعطيه نرميه، يبدا يولي صفر او الطفله تولي صفره. وبعد بمجرد ما تعرف بلي بلاستيك تتغير الفكره، لما يتغير الفكره يتغير الشعور، وبعد يولي القلب ما يخبطش، ما تعطيها له يحكمها يديرها في فمه. علاش ديرها في فمك وانت مقبل خفت؟ لانه الفكره التي كانت في ذهني. ولذلك الان لما انت تكون قاعد، فانني خفت هرمون الأدرينالين، وش يقول؟ يقول بلي هناك كم هائل من الدماء راهي جاية، وجد روحك القلب يبدأ يخبط بزاف. ولذلك المعلومة الآن باش نزيد لكم معلومة، كانوا يجوني ساعات حالات يكون عندهم اللافوبي، فاللي يكون عنده اللافوبي هادو ما يكون عندهم الخوف الزايد، يبدأ تقول راح نطيح. مرة واحدة أستاذ راح نطيح، راح نتغاشى، قلت لها بس قلبك أو يخبط، قلت لها إذا كان القلب يخبط بزاف ما تطيحش، علاش؟ لأنه الدم ويلحق الأكسجين ويلحق للمخ. تما قالت لي ما نطيحش، قال خلاص قلبي راه حبس، غيرت فيك راه وحدها، لأنه هي كانت تحطيح
لانه الانسان يقدر يطيح روحه، عنده قوه كبيره يطيح روحه ويتعوج يصرى له كلش. الشاهد من الامر انه هذا القلب اللي راه يخدم عندك، قلب نتاك حاب ترقد يخرج هرمون الميلاتونين، هرمون الميلاتونين يخليك انت ترتاح. القلب واش يدير؟ يبدا يخبط غير بالعقل، 40 يلحق حتى ل 40، 45 يبدا يضرب بالعقل. علاش؟ لانه انت راك راقد. اكبر مضخه ما كان حتى سياره دوك تنوضها وتخليها نايضه. يقول لك شحال هي نايضه؟ 10 ايام. انا ما نعرفش سيارات بزاف، لكن شحال 10 ايام 20 يوم نحرق الموتور، ولذلك 5000 10000 واش لازم؟ فيدونج، بدل الزيت وتنحي والزيت والجورجي وتقعد غير تمشي، ما يقدرش يمشي. وهذا كاع لازم بالعقل وروضاج. انت تلقى روحك عندك قلب، دار واحد الدراسه قال لك مثلا في سنوات نقدر القلب انه ضخ مثل ناطحات السحاب كاع ديما. يعني لو كان نحكم شيخ تاع 70 سنه نديروا له حنا شحال هذه بومبا شحال من ريتلا تاع تاع الدم. قال لك نلقاو انه الاف الاطنان تاع الدم. هذا القلب اللي الوزن ديالو غرامات. ولذلك الان ننظر الى هذه الحكمه التي جعل الله عز وجل هذه المخلوقات التي هي مسخره لخدمتك. الغدد، غدد الان كاين غدد كيما حب عدس، اختلالها تبدل حياتك. كاين النساء ياك، ولذلك تلقاو النساء مساكن بزاف عندهم القواطر، والرجال اللي نساهم عندهم القواطر يروح يقرا شويه على القواطر باش ما يقعدش غير يداوس مع مرته، لانه القواطر من الامور اللي يديرها انه يغير المزاج تاع المراه. صافي راهي قاعده ما تولي مقلقه، ومن بعد تولي شغل تشرشي لك، ومن بعد دخلت في مشاكل، ومن بعد تقول المراه تبدلت، روح دير لها لي زانوليزيا وعندها لي كواط لازم تشرب الدواء. فتلقى هذه الحبه اذا كانت تنشط بزاف راح يصير لك مشكل، تقلل النشاط ديالها المشكل. الانسان باش يكون عنده السكر شحال؟ لي نورم دوكا يعني المعايير راهي 1.26 انفنتيس، معناتها من 1000 من 1.10 الى انفنتيس راك محتمل راك بديت تعرض نفسك للسكر. تتصور انت تشري البطاطا البصل المندرين اي حاجه يبيع لك 3 كيلو 200 غرام ولا 100 غرام ولا، لكن دقة الخلق ديالك انه 0.0 غرامات تبدل حياتك. وانت راك عادي عايش سنوات وانت عايش وعندك بنكرياس راه يتفرز لك الانسولين بالقدر المطلوب، ما كان حتى اختلال. دقة في الخلق ما كان حتى اختلال. تزيد دير لي زانيز ما عندك السكر، زيد دير لي زانيز ربي يبارك وربي يشافينا وربي يعافي كاع ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ما عندك السكر. كيفاش الدقة هذه؟ كيفاش راهي تفرز مدة 60 سنة وأنت ما عندك السكر؟ دقة، وحنا نقولوا بلي انفنتيس، معناتها أنت يخرج لك أن غرام واحد، معناتها لو كان تزيد لك غير شوية خلاص أنت دخلت في العالم تاع الناس اللي عندهم السكر ولازم تشرب الدواء. أرأيتم ذلك الدقة في الخلق؟ كيفاش راهي هذا الغدة راهي تعاون فيك لأنه أنت إنسان عندك مهمة، كيلة هكذا عاملة. لما الناس ربي عافينا وربي شافي إن شاء الله خاوتنا، لما الكيله ديالهم تحبس، شفتوا المشيله تاع الدياليز شحال كبيره كبيره وملايير فيها استثمار كبير، ويروح الانسان مسكين يدير ويبدلوا له الدم وكيكمل يروح، وتلقى هذاك النهار ما دار والو وقعد ويفشل ولازم له ثلاث ايام في الاسبوع. وانت يا الان كاين دوك وانت راك تسمع كاين واحد الجهازين الان راهم عندك لهنا راهم يصفيوا لك في الدم، ملاير ملاير ملاير. وكان هادو من نرجعوهم راهم ملاير باش يولوا الات، لكن هما راهم يخدموا لك ويتصفى الدم ديالك وانت ما على بالكش، ما تحس بلي عادي ما كانش مشكل. فالانسان الان في الحياه تاعو يا اخوان، اتدرون هذه الغايه التي خلقنا الله عز وجل من اجلها؟ الانسان كي يخرج من الغايه التي من اجلها خلق، الانسان يبدا يحس بواحد الضيق، وهذا هو الضيق الذي قال الله عز وجل عنه: فمن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. تعيش معيشة ضنكا حتى وكان عندك دراهم كبار. نعطوها مثال، وهذا المثال راح يعجب بزاف التجار في زماننا في هذا الوقت، في هذا الوقت ديالنا الان. التاجر في الوقت اللي رانا فيه كي راهي ميتة، راهي ميتة، تلقاه في الحانوت تاعو ولا المؤسسة تاعو راهو قاعد راهو مرتاح وكليماتيزور وراحة، ويجوزوا صحابه يريحوا معاه ويشربوا معاه اتايات ويقعد نهار كامل، والبيع ما كانش وراه يقصر ويضحك ولكن قلبه مقبوض. علاش؟ ما كانش البيع، لانه الغايه التي من اجلها هو الموجود. شنو البيع؟ انا نبيع، انا ما جيتش نضحك ونلعب، بصح نقول له راك مرتاح،
علاش راك مقبوض، علاش راك مقلق؟ يقول لك خاطش انا الحكمه التي من اجلها الان راني قاعد ما كانش لم تتحقق. ولذلك شوف لما تتحقق الحكمه في صوره اخرى، تلقاه في يوم واحد اخر البيع كاين، تلقاه يبيع ليل ونهار ولا يبيع ويشري ويدير، وتلقاه ما كلاش ثلاثه تاع العشيه مازال ما فطرش. شحال نقول ما فطرش؟ يقول لك نسيت الفطور. المهم راني فرحان، انا الحكمه التي من اجلها ان راني الان اي تحققت. ولذلك الان انظروا الى الغايه التي من اجلها خلقنا. فلما الانسان ياتي الى الغايه التي من اجلها خلق، جعلنا الله عز وجل حكمه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الراحه، هذه الحياه الان، انت الان وش راك عايش الان؟ كيف علاقتك مع ربك؟ ندخل الان الى النظام في العبادات، جو الى العبادات الى الصلاه، كيف علاقتك في الصلاه؟ انت الان الصلاه ما موقفك منها؟ لما نتكلم الان عن تارك الصلاه فرضا، التي هي اصل من اصول هذا الدين وعمود من اعمده هذا الدين، وهو اصل من اصول هذه الامانه التي حملنا الله اياها، هذه الامانه اللي ربي حملنا اياها. لما نجيو للانسان نعطوا فقط فكره او رساله، نقولوا لما ذكرنا قصه ادم نقول ان الشيطان لم يسجد لمن؟ لادم. شوف الشيطان ما سجدش لادم، شو وصل له؟ انت يا تارك الصلاه لم تسجد لله تبارك وتعالى، ربي امرك باش تسجد له، ليه انت ما سجدتلوش؟ الشيطان ربي قال له اسجد لادم تكريما له، وان كان امتناعه كان تكبرا. كاين واحد النقطه انبهكم ايضا عليها، شوف ادم اخطا والشيطان اخطا، الفرق بيناتهم شنو؟ الرجوع. شفت ماهيش مشكله في الغلطه، اغلط كاع نغلطوا، حتى واحد يقول لك ما تغلطش، كاع نغلطوا، كاع حنا بشر ومفطورين على الخطا، انه لانه هذا من نقصنا، نقص البشريه انك تغلط، لكن مر الغلطه. ربنا ظلمنا انفسنا، والاخر انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا انا هي المشكله تاع الكثير من المشاكل اللي رانا نعانيوهم. الكثير من الضغط الانسان يقدر يعيشه باش انا. الكثير من الخوه ماهمش يتهضروا بمشكلتهم، شكون؟ انا. انايا انايا انا كبير عليه، انا اللي الاخر راحت له، وانا علاش ما يعيطليش الاولاني؟ شكون اللي راه يروح العرس بالخميس وعيطوا له بالاربعه؟ كاش اللي يروح؟ يقول لك علاش يخليني الاخراني؟ علاش انايا يخليني الاخراني؟ شفت الانا، هذا الانا اللي داير لنا مشاكل، هذا الانا اللي يخلي الانسان ربما يغضب. علاش؟ اكبر ابسط شيء يغضبنا الان ونقال لانه نمدوا قيمه لروحنا، الان هذا نمدوا له قيمه فوق ما تستحق. ولذلك نعود الى النظام في هذه الحياه، عودوا الى الصلوات، الراحه النفسيه في الصلوات. الصلاه انه عندنا نظام معين الان في هذه الصلاه، نظام في اوقات معينه. نعود نقول للانسان اللي يقول لك انا كما القول، وهذه نقطه خاطئه الان، شوفوا النظام الرباني. اصبحنا ننسب كل حاجه مليحه للقور، يقول كيما القور يجوا في الوقت، انا كيما القور منظم، انا كيما القور نجي كذا، وبعد لما تلقاه يصلي يبدا يجمع في الصلوات. مره واحد قلت له انا كيما القور علاش ما تجمع الصلوات؟ علاش تجمع في الصلوات؟ علاش كي تلحق الصلاه تولي لا تجمعهم؟ كن منضبطا ايضا، الانسان يكون منضبط في حياته. ولذلك الان انظروا الى هذه الحكمه في الصلاه. قال أحد الأطباء الذي هو مختص في أمراض القلب، هذا الطبيب هذا قال لك حضرت واحد المؤتمر في ألمانيا، داروا دراسة عن الجلطات الدماغية ليزافيسي، داروا على هذا الدراسة. فلما داروا هذه الدراسة لقاوا قال لك باللي معظم الجلطات الدماغية تحدث على الساعة الثامنة صباحا. الإنسان لما يرقد من الليل حتى الثمانية تاع الصباح معرض باش يقدر ان يصاب بجلطتين دماغيه، على قول هذا الدكتور. لماذا؟ لانه الانسان لما يرقد الدوره الدمويه ديالنا تولي بطيئه وتبدا تنقص، فلما تبدا تنقص والدوره الدمويه ديالنا تبدا تنقص، الاورده تاع الدمويه والاوعيه الدمويه تاعنا يبداو يصغاروا، علاش؟ باش هذاك الكميه تاع الدم يقدر يجوز، فهما يصغاروا، لو كان يصرى اي تعثر تقدر تصرى افيسي. هما الآن في ألمانيا داروا دراسة، واش قالوا؟ قالوا أنه الحل في هذا أنه الإنسان قبلها بثلاثة أو أربع ساعات لازم ينوض، يروح يدور يمشي يعود يرقد،
ولا يروح يعاود يشرب الماء ولا يعاود يرقد ولا يروح لبيت الخالة ويعاود يرقد، لازم ينوض يدير هكذا دورة ويعاود يولي. فخرج من هذا المؤتمر باكيا، قال والله وأنا لما خرجنا بهذه النتيجة عرفت أن المنادي كل صباح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة وكأنه يقول الصلاة خير من الجلطات الدماغية. لقى عندنا بلي عندنا ميكانيزم رباني أنه كل يوم لازم تنوض قبل 8 تاع الصباح بثلاثة أو أربع سوايع وتؤدي هذه الفريضة اللي تعاود تجدد لك الأوعية الدموية، يعودوا يتفتحوا كاع وبعد تعاود ترقد يعودوا يتغلقوا بالعقل، ما زال عندك وقت كبير. وسبحان الذي سخر لنا هذا الصيام في ألمانيا. أيضا نحن الآن في ألمانيا، في ألمانيا هناك مركز للعلاج بالصيام، أقصد بالصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب، هما مش يشوفوا عبادة، هما يشوفوه وسيلة علاج. قالوا لأن الإنسان إذا امتنع عن الأكل والشرب مدة 6 ساعات أو 7 ساعات، بعدها بعد ما الإنسان يأكل كل المخزون تاع الجسم دياله يبدأ يأكل في الخلايا السرطانية. فالقوا باللي الإنسان أقل شيء أنه يجب أن يصوم أو أن يمتنع عن الأكل والشرب مدة 10 ساعات أو غير ذلك 3 أيام في الشهر. ونحن في ديننا عندنا 3 أيام في الشهر وهما أيام البيض. الزكاة احنا نتكلم هكذا باش الإنسان يبدأ يعرف بلي لازم تفهم بلي عندك دور في هذه الحياة، لازم نراقب الوقت تاعي. باش نعيش أنا بلا ساعة بلا ما على باليش، أنا عايشين باركو والناس الهضرة الزايدة تاع شغل المهم حكايتها موت عيش حياتك، هادو ما كانش حنا عندنا هذه، لأنه ماشي هذه الحياة، ماشي هذه الحياة، هذه فترة عبور، رانا ترونزيت، لازم نفهموا بلي رانا ميسيون. هاد الميسيون كاين اللي جوزها في بني حواء، كاين اللي جوزها في العراق، كاين اللي جوزها في تلمسان، كل واحد وين يجوزها. لكن انت الان عندك ميسيون، شنو هي الميسيون تاعي؟ انه انا راح ندفع ثمن الجنه، هبطت انا باش ندفع الثمن تاع الجنه باش نعاود نطلع. انا ما عندي حياه تاع الصحه دي والو، شحال فيها 60 سنه، اعمار امتي بين 60 و 70. تصور انت 60 سنه على بالكم، حنا شوفوا 60 سنه شوف شرانا خاربينها، تصوروا زعما حنا في وقت نوح نعيشوا 1000 سنه، كارثه. حنا دوك 60 سنه تبان لي، انا تبان لي شغل في وقت نوح كانوا يلبسوا لي كوش، مازالهم شغل 60 70 سنه وبيبي صغير هذايا، وين ماشي محسوب قاعد. وحنا يا دوك حنا الان هذه هي حياتنا. تما الانسان 60 سنه لو كان يتزوج 40 سنه قاعد يقولوا 20 سنه يعيش مراه ودراري وكذا وخلاص. ذلك الانسان يحاول انه يستشعر قيمه موقفه في هذه الحياه. ولذلك الزكاه، شحال عندك دراهم؟ ما على باليش، ما على باليش اللي ما عندوش ماشي مشكل، بصح الا كانوا عندك دراهم لازم تفهم بلي انت مسلم عندك دور في هذه الحياه. ربي ما عطاكش المال خاطر يحبك، لا لا، ربي عطاك المال لمهمه، هذه المهمه التي اناطك الله عز وجل اياها، لازم تفهم بلي انا عندي مهمه، انا عندي حساب لازم نكون نعرف لاش، لانه لازم نخرج الزكاه عندي 2.5 او العشر ربع العشر لازم نخرجه باش نعطيه لفئه معينه، ماشي نبدا نمشي في الزنقه ونمد العباد وزعما اني داير مزيه، لا لا، كاين نظام معين. هذا النظام يولي كل مسلم كونطابل، كل مسلم فينا كونطابل، علاش؟ لازم يولي عندنا حسابات، كل حاجه منظمه في هذه الحياه. ايضا الاسره، بناء الاسره يا اخوان، كيفاش نبنيو اسره؟ الانسان لازم يفهم باللي لازم الانسان عندنا نظام معين، كيف نبني هذه الاسره؟ كيفاش نتزوج؟ هذه المسؤوليه تاع اولاد، كيفاش ربي عطاني دراري؟ شفت كيما الشجره تبذر وانت تستنى الشجره، تخرج ولا ما تخرج؟ ما على بالكش. كاين عزاب ما كانش على باله بلي هو لا ينجب حتى وين تزوج مسكين، صلى الله عز وجل ان يرزق كل عقيم. لكن الانسان لازم يفهم روحه بلي ربي اعطاك ذريه، قال كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لازم الانسان يستشعر بلي انا عندي مسؤوليه، هذه المسؤوليه، هذا الطفل اللي راهو قدامي، هذا الطفل شوف الشمس راحت وعاود ولات. هذا الطفل الذي امامي الان راه مسؤوليه في تربيته. احنا الان التربيه يا اخوان، خلوني نفتحوا قوس على التربيه، التربيه الان غرسناها في التغذيه، الدور ديالنا راهو غير في الرعايه، وكل شرب ولبس، يقول كان نوكله مليح ونشربه مليح ونلبسه مليح ونديه للطبيب. يا ودي هذا الراعي راهو يديرهم، نعرف واحد الناس اللي عنده كباشه ويدير لهم هكذا، يوكلهم مليح ويشربهم مليح ويحفف لهم الهضوره ديالهم مليح.
حنا نحوسوا الى العلاقه كيفاش نربيو اسره. انت راك في المسجد وليدك وين راهو؟ انت دوك وليدك وين راهو؟ هل انت الان تامر ابنك بالصلاه لسبعين وتضربه عليها لعشر؟ هل امرت وليدك الان بالصلاه؟ هل انت الان تعيط على وليدك كي ما يصليش؟ هل انت تعيط وتعلم له وتربيه على مبادئ، على تربيه على غرس العقيده الصحيحه في ابنائنا؟ احنا الان رانا نترباو على جيل يخاف من بولولو، يتربى الولد الصغير بعد بولولو، الغول بولولو، هذوك الناس الجنون كاع يخافوا الجنون، ديرين كاع يخافوا الجنون، علاش؟ ربونا نخافوا الجنون. عباك الجامعة هذا مسكون، واحد ما يزيد يجي، الإمام وحده، بالك هو يزيد يرى الله أعلم على باليش. قال لك هو الأولاني. المولفينهم، هذوك يروحوا لك شيخ، هذوك ما تخلعهمش، أو يقصر الشيخ. فهمت؟ قال أو تلقى روحك الناس تخاف الجن، يخاف هذا، علاش الخوف؟ وتلقى الآن الشاب يجي يسب ربي. سب ربي لا يخاف الذي خلق السماوات والأرض. قل له سب الجن، يقول لك لا لا الله يدنا وليك. لذلك يحتاج الامر يا اخوان منا ان نكون عندنا هدف، عندنا غايه في هذه الحياه. تفهم الان الدور ديالي، دورك كاب ما هو؟ اعطني الدور ديالك كاب. تفهم انت كنت تكيف ربي يهديك، غير زادوا عندي الدراري نحبس انا، انا مسؤول، ما نقدرش نتكيف قدام وليدي وبعد نضربه. كي نتلاقى بالولد يتكيف ما تقدرش تضربه. نعيط لروح وليد، علاش راك تكيف؟ انا حبيت نخرج كيما بابا. تسمع عجبني بابا يتكيف راني ندير كيما هو. او حبي يخرج كيما انت. تسمى انت السبا، انت اللي كنت تبعته، انت اللي كنت تقول له شري لي هذه وهذه، وتقول له جيب لي هذه ودير لي هذه. لذلك الان يجب ان تستشعر مشعر القدوه. شفت انت كي تكون تصلي في البيت، الام كي تصلي في البيت، ويجي الطفل بنتها صغيره تلبس، ولا يجي وليدك صغير عام ونص، ويبدا يتعوج معك او يصلي، ماهوش يصلي. على بالك واش يدير؟ او يحق لك واحد الرساله، او يقول لك انا تقلب نتقلب. كيما دير ندير. تتعوج نتعوج. انت راك في راسه هو كتعوج، او يدير معك كبا رايس ولا ما على باليش، او يتبع فيك. ولذلك الان هذه الرساله، هذه الرساله، هذه الرساله حنا نضيعوها. هذه الرساله تعميق العلاقه مع الابناء. نعمق العلاقه مع ابنائنا، هل نحرف نعرف نحن ابنائنا؟ شوف كاين انفصال في العلاقه تاع الاسره. من الذي جعل هذا الانفصال؟ هذا التوحد الذي يعيشه الاسره هو الهاتف. لذلك كان واحد الويفي تاع بكري، شفت المودام، مودام تاع بكري اللي كان يجمع العائله. هذا المودام تاع بكري الا زدت ضيعته الان في وقتنا، لانه ذوك المودام هو اللي ولا يجمع العائله، غير تنحي لهم المودام يخرجوا كاع، واش كاين واش كاين، راح تليسيتي اما لا نرقدوا. لا لا نحكيوا شويه. انصحكم يا اخوتي في الله بمائده الطعام. الطابله تاع الماكله بالكم تضيعوها. طابله تاع الماكله اخر دوكا رون بوان تاع البيت. يولي هو الرون بوان تاع الدار. اخر المائده تاع الطعام ما تضيعوهاش. كن صارم في المائده تاع الطعام. على خداش تاكلوا على 9 على 8 على 10 وقت ما كليت، المهم تدخل تقعد انت وهذاك الوقت اللي تقدر تفهم انت الان وتعمق العلاقه. الولد شبه عينك ضاربت معامل مع ولد منصور، وبعد نسقسي منصور، لا لا ما تقولوش، ما تضربش مع ولد منصور راه يتمسخر بك، فهمت؟ ومن بعد الطفل علاش راهي ساكته؟ ومن بعد هذا كذا وهذا كذا، وانت الان راك تراقب، راك تشوف الولد هذا منين؟ لما يجيني انا انسان يقول لي يا استاذ ولدي لقيته يتناول المخدرات، هذا اعيشه يعني نقدر نقول لكم كل اسبوع. شحال عنده ملي يتناول؟ عنده 5 سنين، وقتاش عرفت انت؟ عندي شهرين، هذه غيبوبه تربويه. حقيقة غيبوبة تربوية. احنا نتعاونوا على ابنائنا هذو كاع ولادنا رانا نتعاونوا عليهم، بصح غيبوبة تربوية كيفاش عرفت بعد 5 سنين؟ كيفاش دوك وليدك الان ما تعرفش انت بلي يدخن بعد 3 سنين؟ لما انت ما تعرفش وليدك كذا بعد 4 سنين، علاش؟ لماذا؟ ما ناش نتلاقاو، ما كانش حوارات، لانه وكل شرب ورقد ونوض ومشي، والهدف ضاع من حياتنا الهدف. شفت الهدف لما الانسان دوك تلقى الناس اعطوني الفرحة. وين راهي الفرحة؟ هيا. يقول لك شباب نقول لك حاجه شيخ، والله غير انا نشوف بلي لو كان نتزوج وندير اسره على بالي بلي حنولي سعيد. هذه هي كيشك تشوف زواج ما شاء الله. هاي آه مزوجين، قولوا له قولوا له لا تاع الصح. وما تدخل مزوجين يقولوا يا ودي ماشي حاجه، ما تزوجنا احنا بصح رانا مازالنا كارين زيد. وبعد اللي عنده دراري مازال، وبعد يخدم في شركه وبعد اللي مرفه واللي عنده دار واللي عنده كذا كذا، لان الانسان اخلدنا الى الارض. نسينا بلي عندنا هدف في هذه الحياة، وهو أن الإنسان
يحقق عبادة الله أنه عبد لله تبارك وتعالى. لما يكون عندك العبودية حق أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، تولي تعيش بواحد الراحة نفسية، تعيش بواحد الإطمئنان، يولي عندك حسن الظن في الله تبارك وتعالى. يوليش البيطون، أنت بيطون قدامك، لكن عندك واحد قوة اليقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. أبوك شو معناته يجعل له مخرجا؟ شوف وسطلوا لي تحت كلمة يجعل، شو معناته يجعل؟ معناته مغلوقة مغلوقة مغلوقة، معناته مغلوقة، هي مغلوقة. أنت حسابيا بالكالكيولاتريست ما تفريهاش، أنت كالكيولاتريست أنت شحال تخلص؟ 4 ملايين. تشري دار؟ والله ما تشري دار. شريت دار؟ اه شريت دار. كاش شريت ما على باليش. عندك سيارة؟ اه. باباك كان عنده سيارة؟ ما عندوش بابا. خدمت كيما باباك؟ لا لا. اي باباك كان يخرج 4 تاع الصباح ويجي 8 تاع الليل، ومات مسكين ومازالنا عايشين فلو. وبعد انت عامين ثلاثة شريت سيارة، ربي رزقك. يجعل له مخرجا، يفتح الله عز وجل عليك بتقوى الله تبارك وتعالى. لذلك نختم بهذه القصة. احد الشباب مرة جا لواحد الشيخ قال له يا شيخ انني خدام في واحد المحل ونخلص يعني ثمن بسيط، واني حاب نتزوج، راني حاب ندير دار. قال له اتق الله. قال له ما فهمتكش. قال له اتق الله. قال له هذه وين نصرفها انا؟ اتق الله. شكون اللي حاب يقول له وين نصرفها؟ هذا شاك، هذا اتق الله. قال له انا قلت لك اتق الله. فذهب الى المحل والى عمله، وبعد بدا يفكر، قال والله لا اتقين الله، والله غير نتقي ربي. فبدا يتقي ربي فيما يملك، في الشيء الذي يملكه. قال كان نخدم، اذا انا نوقف على الشيء تاع السيد. ولا ينوت 8 يجي على 7:30 يخدم، يكمل، يوقف، يرفد، يحط، يدير، يحاسب، يسال الناس دراهم، يجيبهم، يكملوا على 4:30، يجي شويه 5 ويوقف. سنتين هو كان صاحب المحل، شرى دار، حب يشري دار، شرى دار باش يكملها باش يبنيها. فما يعرفش صاحب المحل، قال هذا الذي يعمل عنده، قال له شوف انا ما عنديش القو بزاف وما عنديش. قال له ماذا بيا لو كان توقف عليها، شري انت الفايونس اللي عجبك ودير سقم ستف ودير. فبدا هو يشري، يدير 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 حتى كمل الدار. كي كمل الدار قال له هاوليك، كيما نقول لك المعلم ديالو، قال له هاوليك يا سيدي، قال له هاول المفتاح ديالك وهذيك الدار راني كملتها كيما راك حاب. قال له مال الدار هذه راهي ليك، وانا عندي طفله واحده وما لقيت حتى واحد يصلح لبنتي كيما انت، لانك رجل امين. فهايلك الطفله وهايلك الدار وهاملك المحالات، اوقف عليهم. فذهب اولي ذلك الشيخ في العرس ديالو، قال له يا شيخ، قال له ارواحك معروض لعرسي. قال له واش درت؟ قال له اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه رساله لكل واحد فينا الان، راهي ضيقه عليه، راهي مزيره عليه. عندك انت يا عند ربي ما كاش المل، كاش حاجه مزيره، ما كاش مشكل عند ربي. كل الامر حلول، لكن ابتلاءات. كاين ابتلاءات تاديبيه، ربي يبعث لك ابتلاء باش يادبك، باش تتادب وتعاود تسقم روحك. كاين ابتلاءات رفعيه، انه ربي يرفعك، يرفع الدرجه ديالك. هذا ما كان تلقى الان الاجر ديالك يوم القيامه، تقول يخ دوك غير زدت مرض. تياتي يوم القيامه ان اصحاب الابتلاء قال لو انهم يرجعون الى الدنيا ويقرضون بالمقاريد، يتقطعوا بالمنشار. علاش؟ لما يشوفوا الاجر تاع الصابرين، والله يجزي الصابرين بغير حساب. ولذلك الانسان لما يعاود يبدل ويعود الى الغايه من وجوده ومن سر وجوده، ويحقق هذا التوحيد، ويعرف باللي انه عبد لله الذي يملك خزائن السماوات والارض، خلاص ما نزيدوش نبداو نتلاقاو بلونغواس واني كاره وما بانت ليش. ولدي هذه ما بانت ليش هي اللي تخلي الانسان يستعجل الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بحرام، فاتقوا الله واجملوا في الطلب.